تحت الرعاية الملكية السامية انطلقت في الأردن فعاليات الدورة 34 لمهرجان جرش بمشاركة محلية وعربية وعالمية واسعة، حيث بلغ عدد المشاركين الأردنيين في هذه الدورة التي تستمر حتى 28 من هذا الشهر نحو 1500 أردني، منهم مسرحيون وشعراء وموسيقيون، إضافة إلى العديد من الفنانين الأردنيين والعرب. ويشتمل المهرجان على عروض متنوعة لفرق شعبية وفلكلورية وندوات ثقافية وفكرية تقام على المسرحين الشمالي والجنوبي.